انا عاوز لابني اصغر سماعه، مش عاوز حد يعرف ان هو لابس سماعه. لا، الموضوع مش كده يا فندم. لبس السماعه مش عيب، العيب ان ابنك قاعد ما قدرش يسمع الناس اللي حواليه، العيب انه ما كونش لغه. فلازم اختار السماعه اختيارها صح. اختار السماعه دايما، اختار السماعه اللي تفيد ابنك مش اللي ترضيه. عاوز تختار اللي يرضيك هديك اقل سماعه في السعر، عاوز تختار اللي يرضيك هديك سماعه داخل الودن، لكن ده الكلام ده مش صح. اختيار السماعه له قواعد وله اصول. فحص السمع مهم جدا، اختيار السماعه عن طريق طبيب السمع ده مهم جدا في الاختيار المناسب. نظارتي كويسه بالنسبه لي لكن ما تنفعش حضرتك، فاختيار السماعه مهم جدا جدا. شكرا ليكم. احمد خاطر، استاذ امراض السمع والاتزان.